السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله جميعا. إذا الصوت واضح أعطوني رقم واحد. الصوت واضح. اليوم درسنا نتكلم عن حل المعادلات ذات الخطوة الواحدة في مادة الرياضيات لطلاب الصف الثالث متوسط. بالأمس تعرفنا ما هي المعادلة، ما معنى كلمة معادلة، ثم تعرفنا أنواع الحلول للمعادلة وكيف تتم حل المعادلة. فماذا يعني كلمة حل؟ كل هذه المصطلحات تعلمناها بالأمس. اليوم نتعلم أيضا وهو على نفس نمط درسنا أمس. الفهم الدرس بالأمس لم يجد صعوبة في درسنا اليوم. حل المعادلات ذات الخطوة الواحدة. حل المعادلة يعني إيجاد قيمة المتغير، يعني مثلا لو قال لك سين زائد 5 تساوي 8، يعني كم قيمة السين؟ من يقول لي؟ اللي يعرف الإجابة اكتبها لنا. لو قلت سين، يا سلام، هذا إجابة صحيحة. سين زائد 5 تساوي 8، هذا يعني أن السين اللي هو المتغير، المتغير يعني السين يعني الحرف، يساوي 3. أما الآن سوف نتعرف على كيفية حل المعادلات بخطوة واحدة. لاحظوا معي هنا 12 تساوي 12. لو زدنا هنا 5 زدنا هنا 5، هل ستصبح الطرف الأيمن يساوي الطرف الأيسر؟ نعم، سيظل الطرفين متساويين. طيب ماذا نلاحظ أيضا هنا؟ لو كانت هنا 52 تساوي 52، وأخذت من اليمنى 5 ناقص 5، وأخذت من اليسرى ناقص 5، هل ستصبح متساويين؟ هل سيصبح الطرف الأيمن يساوي الطرف الأيسر؟ نعم، متطابق. نعم، نأخذ مثال وبالمثال يتضح المقال. حل المعادلات التالية. المعادلة الأولى جيم ناقص 22 تساوي 54. احنا نبقى قيمة الجيم كم تساوي؟ هذا هو المقصود. نضيف للطرفين 22. طيب أستاذ، على كيف قدرت 22؟ ليش ما ضفت 54؟ على كيف قدرت 22؟ ها، من يقول لي ليش أضفنا 22؟ ليش؟ أضفنا الاثنين والعشرين عشان نتخلص من الرقم اللي معجم بالحرف. الرقم هذا يبقى الجيم الحالة. الآن تنزل الجيم، خلاص راحت. الرقم اللي كان بجوار الجيم راح، يبقى الجيم الوحدة. واربعة وخمسين أو 22 ناقص، وهذه موجة خلاص تروح مع بعضها. فالاربعة والخمسين نجدها 22 بكم؟ 76. إذن الجيم تساوي 76. أي واحد قال والله إني شاك في حلي، أبغى أتأكد إن حلي صحيح، بإمكانك هذه المعادلة الرئيسية زي ما هي موجودة في السؤال، شيل الجيم وحط مكانها 76، هل تطلع 54؟ طلع، خلاص طلعت الطرف الأيمن يساوي الطرف الأيسر، يعني إجابتك صحيحة. تعويض مباشر. نعم، نشوف مثال ثاني. كاف زائد 27 تساوي 30. وش الخطوة اللي بنعملها الآن؟ يلا الأسرع، وش الخطوة اللي بنعملها الآن؟ في الطرفين ناقص 27. نعم نعم يا أهد، إذا جانا هنا سالب حطينا هنا موجب، جانا هنا موجب حطينا هنا سالب، نقصنا 27 من الطرف الأيمن ومن الطرف الأيسر. نعم خلاص، الكاف الحين بتنزل لحالها، 30 ناقص 27 3، طلعت الكاف تساوي 3. واحد شك في اجابته اصلا، بالنظر من هنا حط الثلاثة مكان الكاف، 3 زائد 27 يعني 30، بالنظر من غير ما تتحقق في كتابيا. متأكد كتابيا ما هو مشكلة، شيل الكاف حط 3، 30 تساوي 30،
إذن إجابتي صحيحة. نحل هذه من بعض. يلا. أو من يحل لنا رقم واحد؟ اللي حاب يشارك يرفع عنده إشارة اليد، ما يكتب أنا في الشات. عندك علامة اليد اضغط عليها. اثنين. في الآن اثنين ضاغطين. اللي يكتبون أنا لا. في عندك إشارة يد بإمكانك تضغط عليها. ثلاثة الحين رافعين يدينهم. اللي هو عبد الله وعهد واحمد. طيب الان القلم بس لسه ما فهمت الدرس. احنا في بداية الدرس، احنا الان تو بداية ناخذ التدريب هذا بس مركزي معنا جيدا تتضح الامور. يلا عبد الله نعطيك القلم بحكم انك يا عبد الله اول من رفع يده. والتمرين الثاني عند عهد. الآن عبد الله راح يحل لنا فقرة واحد وعهد راح تحل لنا فقرة اثنين. ركزي معنا يا بسمة. أوكي. أوكي. 113 تساوي قاف ناقص 25. نزلناها كما هي. هذا فيها صعوبة؟ الخطوة الأولى تنزل المعادلة كما هي فيها صعوبة؟ نزلها، هذه موجودة هنا نزلها هنا، هذا أول خطوة. الخطوة الثانية وش بيعمل الآن؟ لا 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 لا. إيه هي هنا سالب 25، أضف 25 هنا وأضف 25 هنا. يلا يا عبد الله، أنا أعرف تودي الرقم على طول للرقم هناك وشارة موجب وتريح حالك، بس احنا نبي نشرح كذا عشان الجميع يكون واضح له يا عبد الله. عارفك فاهم. لا بس عبد الله خذها خطوة خطوة عشان زملائك يفهمون. نبيها خطوة خطوة بالتفصيل عشان زملائك. اكتب زائد 25 تساوي اكتب زائد 25 عشان زملائك يكون واضح لهم الامور. السلام عليك. السلام عليك. حط لنا الخط، حط لنا الخط. شايفين؟ لا لا فوق ما يحتاج. سو كنترول زد. سو كنترول زد. عبد الله عندك لوحة المفاتيح اضغطنا على كنترول زد. ممتاز. اوكي. الآن الأول إذا ما بعد فهمت، ركز معي. هذا ال 113 نزلناها، هذا اليساوي نزلناها، هذا القاف نزلناه. والخمس ناقص 25 نزلت. الرقم اللي بين جنب الحرف وش ناقص 25 خلاص. أضيف هنا 25 وأضيف هنا 25. 113 زائد عبد الله بس اسمح لي أعدل في إجابتك شوي علشان أكون يعني موضح لهم أكثر. إجابتك صحيحة بس أبغى أعدل لهم عشان تكون الأمور عندهم واضحة أكثر لزملائك. 113 و25 بكم؟ 3 و5 8 1 و2 3 138 تساوي هذه ناقص 25 وهذه مدى 25 خلاص تروح مع بعضها يبقى القاف. إذا القاف ب 138. أعطوني نسبة الفهم الآن عندكم، كم نسبة الفهم؟ يا ريت الجميع يوضح لي كم نسبة الفهم؟ 50 والبقية أعطوني الجميع 100 100 وين البقية؟ 100 100 طيب 100 ناخذ مثال ثاني للي ما فهم يزداد فهما. يلا ركزوا معنا. قلنا هذا التمرين الثاني من يحل معنا اولا؟ عهد. عهد معك الكلام الان.
خلينا بخطوات مفصلة حتى زملائك يفهمون معنا. خلي الحل بخطوات مفصلة عشان زملائك. أول خطوة نزلت المعادلة كما هي. كما هي نزلت المعادلة. نشوف الخطوة الثانية. الرقم اللي مع جنب الحرف لا خليك في أول لا 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 أيوة الرقم اللي مع جنب الحرف هو 16 اعكسه يطلع سالب 16 خلاص حتى في الطرفين سالب 16 يساوي سالب 16 يا سلام الآن حط لنا خط سالب 12 وسالب 16 كم يكون الناتج؟ كم يكون الناتج؟ سالب 28 تساوي الموجب 16 سالب 16 تروح مع بعضها يبقى الفاء اذا الفاء كم قيمته؟ سالب 28 واضح الامور؟ واضح كيف الان جبنا قيمة القاف وكيف جبنا قيمة الفاء؟ اي واحد قال والله انا مش متأكد ان حلي صحيح شيل القاف هنا وحط مكانه 138 هل تطلع في 113 تطلع بنفس الطريقة على الفاء هذا هو المقصود بحل المعادلة الناس الأولى اللي ما قالوا فهم ما فهمنا في اثنين أولى 51 95% كيف الأمور معكم تمام ولا باقي الحمد لله الحمد لله تمام طيب ركزوا معي في هذه الملاحظة الخمسة تساوي الخمسة ضربت الخمسة هذه في اثنين ضربت الخمسة في اثنين هل الآن تتساوى ولا لا تساوى إذا العشرة تساوي العشرة طيب لو عندي هنا 20 تساوي 20 قسمت الطرف الأيمن على 5 وكمان قسمت الطرف الأيسر على 5 هل سيكون الناتجين متساويين أم لا؟ ما رأيكم؟ متساويين أم لا؟ جميل طيب الآن أبي كل شخص منكم يكون بجوار قلم وورقة وأعطيكم معادلة بنظام التصويت وتصوتون بنظام المعادلة. عارفين نظام التصويت؟ طيب بعطيكم معادلة في نظام التصويت عشان كل واحد منكم يجيكم التصويت على الشاشة يجيكم التصويت الآن على الشاشة صوت ايش هو الحل خلي قلمك جاهز ورقتك جاهز بجنبك الشات لا أحد يكتب فيها الإجابة الآن راح يجيكم التصويت أعطنا الإجابة فقط في مربع التصويت اوكي الان جاكم التصويت كله يصوت واحد اللي صوت الان
ثلاث تصويتات، أربع، ما شاء الله كل اللي سويت إجاباته صحيحة، ست تصويتات، في واحد، ست إجابات صحيحة وإجابة خاطئة. طيب قولوا لي وش الإجابة، قولوا لي الإجابة وش هي. سين زائد خمسة تساوي ثمانية، الإجابة هي ثلاثة. ننقص خمسة من الطرفين، ثمانية ناقص خمسة بكم؟ بثلاثة. واضح معاكم الآن حل المعادلات ذات الخطوة الواحدة الجميع؟ تمام. احنا الأمثلة اللي حليناها حليناها على الجمع والطرح، الآن بيجينا أمثلة نحلها على ويش؟ قسمة وضرب. هلنا تعرفنا الجمع والطرح، الآن بيتعرف القسمة والضرب. كان إذا جانا جمع نحول الطرح، وإذا جانا طرح نحول الجمع. نفس الوضع في القسمة والضرب، جاك قسمة حول الضرب، جاك ضرب حول القسمة. الجمع والطرح عمليتان متضادتان، والضرب والقسمة عمليتان متضادتان. شوف ناخذ مثال، حل المعادلة 2 على 3 س تساوي 8. أول خطوة عملناها نزل المعادلة كما هي. الآن أنا كيف أتخلص من هذا الرقم اللي مع جنب السين؟ أبغى السين يكون لوحده. كيف أتخلص منه؟ أتخلص وإيش؟ أكفه. شايفين؟ سوى نظير ضربي. يا سلام عليك. أضرب بالمقلوب. نعم. ضرب بالمقلوب. الآن لما ضربنا في المقلوب، شايف الثلاثة راحت مع الثلاثة. اثنين راحت مع الاثنين. إيش بقي؟ بقي السين. الثمانية مع الاثنين بتختصر بأربعة. تبقى السين تطلع أربعة ضرب ثلاثة تساوي 12. هذا الحل. أنت حل المعادلة في صعوبة؟ في صعوبة الآن؟ ما في صعوبة. يا سلام عليكم. نتحقق من صحة الحل. شيل السين حط مكانها 12. شيل السين حط مكان 12، هل يطلع 8؟ 2 على 12 تختصر بستة. 2 مع 12 مع 3 تختصر بأربعة. 2 ضرب 4 بثمانية. إذا تساوي الطرف الأيسر. ركزوا معي في المثال الثاني، الناس اللي حضرت متأخر. ناخذ مثال آخر. ثلاثة س تساوي ستة. من يعطيني قيمة الحل ذهنيا؟ ذهنيا قبل لا نحل، قبل الحل في الذهن، قبل هذه الخطوات يا عبد الله، نبي الحل ذهنيا. في ناس بالذهن بالتفكير عارف الحل، لكن لما يقول لك استاذك او استاذتك لازم انك تحل بخطوات، لابد ان تحل خطوات. طيب ناخذ كيف بيتم حلها. اول خطوه نزل المعادله كما هي،
قسم على الثلاثة. شايفين هذه عملية ضرب، هذه عملية ضرب، أكس عملية قسمة. طلع السين بكم؟ ستة على ثلاثة باثنين. حقق مصحة الحل. نزل المعادلة من السؤال كما هي، نزلناها كما هي، شيل السين وحط مكانه اثنين. هل ثلاثة ضرب اثنين تساوي ستة؟ ما رأيكم؟ إذا الثلاثة ضرب الاثنين تساوي ستة، إذا الاثنين هو حل المعادلة. هل المعادلات الضرب والقسمة مثال ثلاثة؟ ناخذ تدريب ونتأكد أنكم فاهمين وهاضمين الدرس بشكل جيد. اللي حاب يشارك معنا يرفع يده كما اتفقنا. احمد، اللي حاب يشارك معنا يرفع يده، عندك علامة اليد. طيب، راح يكون الفقرة الأولى لحنان الفهيد لأنها أول من رفع يده. حنان الفهيد، خلونا نغلق. حنان معك القلم الآن. حنان تفضل معك القلم الآن، نبغى الحل فقرة واحد. ثلاثة على خمسة الآن تساوي ستة. ايوه ممتاز. اهم شيء يكون واضح، واضح الخط. ايوه لا بس ما واضح اني عارف انك عارف الحل. واصل واصل واصل. لام تساوي عشرة ولا خمسة عشر؟ طولوا بالكم طولوا بالكم. لان تساوي عشرة. شايفكم بالإجابة؟ شايفكم بالإجابة؟ أتوقع رأيكم بالإجابة صح؟ صح. الله لا تحرم اني معطيها صح. خلاص مدام صح. استمنيت يكون مش هم الترتيب عندك افضل يا حنان. جاتك صحيحة وعارف واضح انك فاهم الدرس بشكل جيد بشكل متميز. بس كان ودي انه يكون في ترتيب افضل. طيب. لو اردنا ان نتحقق مساحة الحل كما تعودنا سابقا نحذف اللام ونحط مكانها العشرة تصبح 30 على 5. 30 على 5 كان يكون الناتج 6، ال 6 تساوي 6. خلونا ناخذ واحد يتحقق. حنان ايضا واصلي. سوي لنا التحقق هنا ما يمنع، حط لنا التحقق هنا. عشان بس يكون واضح. لام تساوي 10. التحقق يا حنان نبغى كيف يتم التحقق بما ان الحل صحيح بشكل رياضي. وينك حنان؟ اول شيء نزل المعادلة كما هي. نزل المعادلة كما هي ونشيل اللام ونحط بدال اللام عشرة.
نشوف كم بيطلع. يلا شلنا اللام وحطينا مكان اللام 10. النقطة انبهذلت شوي. هي تكتب العشرة بس النقطة ما تطلع معاها. طيب الآن في ضرب الكسور نضرب البسط مع البسط والمقام مع المقام. 3 ضرب 10 بكم؟ 30 على 5. يلا حطينا 30 على 5. 30 على 5 تساوي 6. تساوي 6. كم ناتج 30 على 5؟ 6. 6 تساوي 6. إذا الحل صحيح. نكتب تحت 6 تساوي 6. ستة أسفل ستة تساوي ستة. إذن الحل الصحيح وستة تساوي. إذن الحل صحيح بحكم أنها الآن طلع الطرف الأيمن يساوي الطرف الأيسر. نأخذ المثال الثاني من يحل لنا. اللي حاب يشارك يرفع يده. طيب محمد سامي. محمد سامي معاك القلم يا محمد. محمد سامي تفضل يا محمد معاك القلم. راح الآن محمد يحل لنا الفقرة الثانية. محمد حل بهدوء، حل بهدوء. ليش بكم أنتم مستعجلين؟ حل لنا بهدوء بخط جميل. خذ راحتك، خذ راحتك يا محمد. خذ راحتك وأنت تكتب. اليوم في حصة ثانية، نعم. راح تكون أتوقع في تمام الساعة الثامنة والربع. ولا 47 دقيقة؟ قولي 47 دقيقة؟ 47 دقيقة. الآن الأربعة بات تساوي 8، الآن راح يتخلص من الأربعة يقسم الطرفين على 4. إذا الباء كم تساوي؟ راح يصير 4، 8 على 4 بكم؟ 2. يا سلام عليك، يعطيك العافية يا محمد. المثالين السابقة كانت تتكلم عن القسمة. نشوف الحين كيف نستعمل الضرب. حل المعادلة التالية. س على 3 تساوي 8. اشرح لكم اياها. هل المثال شرح؟ في امثلة تدريب، في امثلة شرح. والشرح ما يكتب فيها انا. لو حد يشارك يضغط على قلم الفلوت. تكتب انا في الشات تخرج من المشاركة. حاب تشارك عندك انا بعد ما يطلب منك. اذا قلت لكم من يحل معنا اللي حاب يشارك من ترفع يدك. عندك يدك الالكترونية. ارفع يدك الالكترونية. نخلي الشات بس للرسائل الهامة عشان انا اقراها معكم واجيب لكم. الان لا احد يضغط على الاسبوع، انا ما قلت لحد شارك. التعليمات هذه لما اطلب منك المشاركة على طول تضغط على المؤشر. حل المعادلة التالية س على 3 تساوي 8. أول خطوة عملناها نزلنا المعادلة كما هي.
ثاني خطوة. هنا الثلاثة تعتبر قسمة، ضرب الطرفين في ثلاثة، ضرب هنا في ثلاثة، ضرب هنا في ثلاثة. الآن الثلاثة تروح مع الثلاثة، يبقى ايش؟ السين. ثمانية ضرب ثلاثة بكم؟ بأربعة وعشرين. إذا السين طلعت تساوي 24. حتتحقق من صحة الحل؟ نشوف كيف نتحقق. شيل مثل المعادلة كمان في السؤال، شيل السين وحط قيمته. كم قيمة السين طلعت معنا؟ كم طلعت معنا قيمة السين؟ 24. نشيل السين ونحطها كانها 24. 24 يعني 3 ما في 8، إذا 8 تساوي 8. إذا الحل صحيح. شوف مثال آخر. لا هذا تدريب الآن لكم، هذا التدريب لكم. من حاب يشارك معي في هذا التدريب يرفع يده. والله داد 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 الناس كلها صحصحة ما شاء الله، الناس كلها تبغى تشارك. اللي شاركونا بنستبعدهم، اللي شاركوا عدلنا شاركت. شوف ناس ما شاركت. هدى عبد الله، هدى عبد الله اتفضل يا هدى، معاك القلم الان. لا يا عبد الملك، دقيقة عبد الملك يسأل سؤال، عبد الملك يسأل سؤال هنا يقول استاذ انا اختار احلها بالضرب ولا بالقسمة. لا مش على كيفك، على حسب ما يجيك في السؤال، على حسب ما يأتيك في السؤال. ايوه شوف هذا المثال الان هو قسمة، كيف تتخلص منه؟ تتخلص منه تضرب الطرفين في 4، ما تقدر تتخلص منه بالقسمة. والأمثلة الأولى إذا كانت تجمع لازم تحط طرح عشان تتخلص. لا على 4 ولا ايش اللي جنب الأربعة هذا؟ الآن هدى قاعدة تضرب الطرفين في 4، 4 ضرب، فين صحتي؟ يلا هدى وضحي، نضرب الطرفين في 4 وقفي. دعي الكلام يا ما تكتب الشيخ، لين نمسح لك الخطوة الثانية وتعيدينها لنا من البداية. تفضلي الآن هذا هو الخطوة، نزلت المعادلة كما هي. ايش الخطوة الثانية تكون؟ اعملي لنا الخطوة الثانية يا هدى. لا أسفل خليها خطوة جديدة، خليها خطوة جديدة. أرضا نمسح لك ضرب هذا. لا نبيها خطوة جديدة. نبيها خطوة جديدة في السطر الثاني. الله هدى. ايوه. وعلى 4. ضرب اوكي واس ضرب 4 سواء حتى فيها باليمين ولا باليسار ما تفرق. اوكي الان تضرب الطرفين، ممتاز يا سلام.
الأربعة راحت مع الأربعة بقينا في الباء يساوي الباء يساوي 25 بالإنجليزي. إذا الباء تساوي 20. ناخذ تدريب على اللوحة البيضاء للناس اللي حابة تشارك معنا وما شاركت. أعطيكم أنا مثال هنا عشان تفرقون متى تضرب، متى تقسم، متى تجمع، متى تطرح. هذا المثال 5 باء تساوي 25. هذا تقسم ولا تضرب ولا تجمع ولا تطرح؟ يلا قولوا لي بالشات، قولوا لي بالشات. هذا قسمه ولا ضرب ولا طرح ولا جمع؟ نقسم، نقسم. يا سلام عليكم، اللي قالوا قسمه هم فاهمين. طيب نعطيها واحد العكس. عبد الله باوزير، عبد الله تفضل معاك الكلام يا عبد الله. حل لنا هذا المثال يا عبد الله. يلا يا عبد الله قسم الطرفين الحين على 5. واحد الخمسة مع الخمسة بقلباء يساوي 5. يعطيك العافية، يعطيك العافية. ناخذ مثال ثاني، ناخذ مثال آخر. لو أعطيتكم مثال 5 زائد، أو نسيغ لكم طريقة أخرى، على 3 تساوي 3. من يحل لنا هذا وش يحل بايش هذا المثال؟ يحل بايش؟ بالضرب. نعم، من يحل لنا هذا المثال؟ من حاب يشارك معنا في هذا المثال هو ما شارك؟ طيب ليه ترفع يدك يا احمد؟ ارفع يدك يا احمد. هو رفع يدك يا احمد، يلا. اها ذا القلم معك يا احمد. لا بس من هذا الامر سهل 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 سهل. الامر سهل، ما تخاف، الامر سهل، ستجدون الامر سهل. فاهم الدرس بس ما خايفه تطلعين تحلين صح؟ لا ما عليك، شارك. المشاركة تزداد فهما. هناك قاعدة ونعتمدها عندنا بشرحنا، شاركني حتى أفهم. أبغى أشارك حتى أفهم. لازم تشارك حتى تفهم. أوكي؟ لازم تشارك حتى تفهم. طيب ما في خطأ هنا مرتك. واصل. أحمد وينك؟ يلا واصل. وانت نزلت، ليش نزلت اسفل؟ انت رب هنا. لا 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 يا احمد، لا 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 لا. انت ممتاز هنا، ضربت في 3 ممتاز. اضرب في الطرف الثاني على طول في 3. احذف 3 هذه مع 3 هذه.
تبقى الباء تساوي ثلاثة ضرب ثلاثة هذه كم؟ تسعة. إذا قيمة الباء تساوي تسعة. ناخذ مثال على الجمع أو الطرح يشوف يلا هذا يخل بوش باء ناقص خمسة تساوي أربعة. من يحل لنا هذا المثال؟ هذا المثال يحل بالجمع، تجمع هنا خمسة وتجمع هنا خمسة ونقول تساوي الباء تساوي خمسة هذه مع بعض تساوي تسعة. طيب لو جتنا بهذا الشكل ف زائد الأربعة يساوي خمسة، هذا المثال يحل بالطرح ناقص أربعة ناقص أربعة، يبقى هاي بتروح مع هذه لما واحدة موجب وواحدة سالب تبقى الباء تساوي واحد. فاهم قصدك يا عبد الله، بتبدل الخمسة للطرف الثاني بإشارة معاكسة قصدك كذا؟ إيه، هذه الطريقة وهذه الطريقة كلاهما صحيح. أي سؤال أو استفسار تفضلوا الآن، درسنا انتهى. أي سؤال أو استفسار تفضلوا. درسنا انتهى. الليلة الله يعطيكم العافية جميعا، بعد صلاة العشاء الساعة السابعة والخمسة والأربعين عندنا درس ثاني، بعد قليل عندنا درس آخر إن شاء الله. يعطيكم العافية، شكرا لكم، في أمان الله.